على إثر قرار منع تواجد الكراسي والطاولات بالمقاهي والمطاعم الذي تم اتخاذه كإجراء سريع يستمر لمدة 15 يوما في تونس الكبرى، وذلك للحد من الانتشار السريع لفيروس كورونا. رصدت كاميرا الجنوبية تذمر كل من أصحاب المقاهي والمطاعم والعاملين بها، بما أنه يعد قرارا خاطئا حسب تعبيرهم، خاصة في هذه الفترة الحرجة، ولا يتماشى بتاتا مع الوضع الاقتصادي للبلاد ويضر بموارد رزقهم. والله القرار اللي خذوه مش أثر علينا بركة، حطمنا جملة هكا ترى في الحالة في الكراسي والتوالي كيفاش واقفة، وإحنا واقفين هاني حاط قهوة نترشى فيها، معناها اللي العباد الزواولة كل شيء ديما في تونس معروفة هذه الحاجة، هذه الزواولة ديما تحت الصفر، باش يشوف العباد فوق بعض، جاي التواولة إحنا تو عندنا سباس معناها أون بلانير، نجموا حتى من بعده، فهمت تو كيفاش نجموا من بعده. نجم نحطوا التواول بعض على بعضها، تنجم العباد كيما نقولوا تقعد، فهمني؟ عليه احنا عندنا امكانيه الكون نجم نقعدوا العباد وتشرب العباد وما يصير لنا باذن الله حتى شيء. يا خويا انا مستعد نموت بالكورونا خويا وما نموتش بالجوع. بلي نحن كمؤسسه نحن عندنا معاناه تقديم ما يهمناش تو في هذاك، عطينا جديد. تو كي تجي انت تخرج بقرار كيما هذايا تقول مثلا تسكير مثلا المقاهي ولا رفع الكراسي، نحن البروتوكول موجود بالنسبه للمقاهي نتاعنا والحانات نتاعنا، يعني تلقى الطاوله بعيده على الطاوله يمكن متر ونص مش حتى متر، والكراسي بعاد حتى كيبداو قاعدين الكليونات تلقاهم بعاد على بعضهم، نحن نعكزوا نحن كنا نعانيو، فهمتني؟ تولي المعاناه اكبر. والله هذا شيء اسف، شيء حزن. دولة بكلها فما عصابات قاعدة تحكم بها من عام 2011 للتو، والعصابات هي اللي تحكم. يجي وزراء يخرج حكومة يعديه شهر ولا شهرين ولا ثلاثة ويخرجوا انتريت يزيد ياخذوا الانتريت الوزراء. اليوم دولة راهي فيها كلها عصابات بامتياز، يعملوا لنا حل في أقرب وقت، راهي ماهيش باش تمشي هكاك، حل في أقرب وقت باش يرجعونا نخدموا على أرواحنا ويرجعوا الخدامة هاك تشوف فيهم خدامة وعراف واقفين بربي، هما عندهم المليارات وعندهم الملايين والزواولة شو يعملوا؟ منين باش ناكلوا؟ منين باش نجربوا؟ كل شيء ضررنا منه احنا، القرار كامل ضرر منه كان مع جماعة السياحة، عدنا عائلاتنا عدنا صغارنا وتبقى لك نص شهر بطل، ومن بعد الله اعلم زعما البوبيلاسيون اللي عايشه في الليل اكثر من البوبيلاسيون تاع النهار، ما نتصورش كورونا تدور في الليل وفي النهار هكا كونجي شاد الدار. ما انا نحب المشيشي بالرسمي يعطينا علاش، كسوا تفسير علمي ولا هو مخش قالوا باش خرج القرار هذا. احنا بعدنا دارينا كومبليتمون مش دارينا بالضبط، خاطر انت بغير تراس باش تاكل قهوه من هنا، قهوه ب 2000 فرنك اقل قهوه، اذا باش تخرج انت بجنبنا احنا باش تشد قهوه بدينار، هل يعقل انت بتجي تشري قهوه في قوبلي وتزه وتخرج بلفيه وبجينا بنا كافيتيريا انا تاخذ قهوه بدينار وتخرج؟ مش مشكله انت واقف في حاله هذه شركه كما هذه فاس تخدم مترسمين اخت، احنا مش نكون ناخذ شكون تكبش في المعلم مش خلصنا؟ انت تشوف الحاله نتاع المعلم اللي هي ما فيهاش، ما تنجمش تطالبوا حتى بحقوق، ما تنجمش تطالبوا اللي باش يسكر مورد الرزق هذا نتاع 60 خدام باش تخلصهم. قول لي ترى ماهوش معقول حتى طرف من ناحيه تراسات شارع حبيب بورقيبه الكل، اسكو معناها الخدامة اللي تخدم في القهاوي منين باش يخلصوا؟ يخلصوا من التراسات. انت كيفاش تنحي لي تراس من برا وتخلي الكراسي لداخل؟ البرا هواء ودنيا متهوية، معناها حتى باش يقول على وباء ومرض وكذا، معناها ماهوش معقول حتى طرف، ماهوش معقول. مع شكون باش نحكيو؟ مع شكون؟ الوالي يقول لك ما عندي حتى دخل، رئيس الحكومة يدز في الكورة للمسؤولين اللي هم الولات، احنا مع شكون باش نحكي؟ ناس زواوله، ناس مزمره، راهو كلها تاكل في الخبز من التراسات.